العظيمة. أنا بموت فيكي، أنا بحبك حب حقيقي والله العظيم. أنا المفروض يا ست الستات، يا شقرة يا حلوة، غني أغنية لإلي لأنه فزت المرة الثانية السنة الماضية إذا بتتذكروا، كمان فزت، يا رب السنة الجاية كمان. كان المفروض غني أغنية لإلي، بس قعدت دور جاي عبالي أقول شيء اللي بقوله دائما بيني وبين حالي، وتعلمت عليه، تعلمت على أغنياتك بالحقيقة. والرحابنة هن رؤساء جمهورية الموسيقى بالنسبة لإلي، هن الأهم، هن القاعدين على عرش الموسيقى. فكمان بمناسبة ذكرى وفاة الراحل العظيم عاصي الرحباني بكرة، بدي غني لهم اليوم للرحابنة أغنية ما بقدر أوصل فيها لصوتك، وخصوصي الموال يلي كل شوي يفكر أنه ليكون معلق السي دي، يلي بتقولي شي خيالي، أنا حقولها على شي بسيط على قدي. وعنا الدنة الدنة والورد مفتح عخدة، وانما عطيوني ياكي يا جبال العالي لهدة. شكرا كثير، شكرا لبنان. We'll be right back.
ترى مين يرقف بحالك وحالك ترى مين يرقف بحالك وحالك وهون اسمعوني شوي لقلكم شي ونرجع مثل ما كنا الحمام طير الحمام صح صافي أنا قلبي دوم على الحلوين صافي صافي لك طير الحمام طير الحمام صح صافي أنا قلبي دوم على الحلوين حبيبي لو سقاني السم صافي على قلبي ألزم الشراي هلي 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 الفنانة عصالة شكراً وائل كفوري لهالأداء الرائع كما منخص بالشكر أيضاً قائد الأوركسترا إيلي عليا وكل أعضاء الفرقة أما هلأ مشاهدينا منتوقف مع فاصل قصير ومنرجع لكم
بعدنا مشاهدينا الكرام عم نتابع معكم بثنا المباشر من صالة السفرة بكازينو لبنان، وهلأ قبل ما نشوف ريبورتاج ضمن سهرة الليلة بيصور وصول الفنانين، وصولكم طبعا على الريد كاربت. بحب واستثنائيا أشكر فريق الإعداد اللي قام بمجهود تحدى فيه المستحيل طبعا ليفرجيكم وصول المشاهير اللي بتحبون. منشاهد نحن وياكم هالريبورتاج. الجائزة مش بقيمتها، هي بلفتتها تجاه الفنان اللبناني. تكاد تكون الجائزة الوحيدة يلي عم يتقدر فيها الفنان اللبناني بلبنان. جائزة المريكس دور هي جائزة معنوية كتير حلوة، بتعطي بوش للممثل لحتى يعطي أفضل ما عنده. كل يوم نسمع من الناس بحبونا بقدرونا مبسوطين فينا، بس لما تنعلن هيك بحدث منظم ومرتب وفي فنانين كبار وزملاء نعتز نكون معهم، اكيد شغله كثير بوزيتيف ومهمه للكارير تبع كل ممثل او فنان او مغني. وحاجه حلوه انك تشعري ان في ناس بتستحق جايزه، محل تقدير وحب حقيقي. مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا اليوم يوم استثنائي بالبث المباشر، منشان هيك بنرجع بنشكر مرة جديدة فريق الأعداد اللي قام فعلا بمهمة مستحيلة ليفرجيكم النجوم يلي بتحبون. اليوم نحن بصالة السفرة، كل ضيوفنا سفرة بيمثلوا العالم العربي وبلادهم أفضل تمثيل بأي مهرجان إقليمي أو دولي. ليلة بسهرة الميريكس بيشرفنا نكرم فنانة عربية كبيرة اشتغلت بالتلفزيون المسرح والسينما، تستلم الميريكس دور التكريمي عن مجمل أعمالها من الإعلامية ليليان أدراوس والحاكم السابق لأندية اللايونز السيد سمير أبو سمرة. مساء الخير. مساء الخير، تحية لكم جميعا، واسمحوا لي حي كل اللي عم بيشوفونا ببلاد الاغتراب، لأن أنا كنت بالبلاد مش بالاغتراب كتير، كنت بوطني الثاني مصر، لكن رجعت بعد 12 سنة على لبنان. وهالليلة جميلة جدا، ما حدا بيتحسسها قدنا نحن اللي بنبقى برا هلبنان. فأنا فرحت كتير كبيرة إنه شوف هلبنان البياض اللي اسمه لبنان الأبيض يرجع مع طارق الفينيق، مثل ما هالسهرة الرائعة الجميلة نطير وننتعش من نفسنا لنفسنا ونقتل بحرقة حالنا لننطلق من جديد، وهيدي الانطلاقة الأولى إن شاء الله. وأنا سعيدة أكتر الليلة لأن ببلدي الثاني مصر كنت سعيدة بلقاء إنساني جميلة جداً، رائعة، فتية، طفل كبير بعقلة ناضج جداً جداً، حكيمة بتفكيرها، عند البعد، عند الثقافة، عند الإحساس، عرفت المسرح قبل ما هو يعرفها، دبدبت علي، ما حقلكن من كم سنة، قبل يمكن ما تنطق كلمة ماما وبابا، لعبت على المسرح بأصابعها وبأناملها وبخطواتها الكوريغرافية، وخطفتها السينما، السينما الفضية، وكمان إنسانة بصوتها الطروب الرائع، عرفناها مطربة بفيديو كليبات عديدة. ومين في منا نحن الستات والصبايا كمان معلش واسمحيلنا نقلك قلدناكي ببعض الحركات، لأنك كنت الأولى والرائدة بدلع الستات وبالفوازير وبالحركات. يا ربي مين أحلى يقول قول هالكلمة من الفنانة القديرة الرائعة قد ما تكرمها بدل الكلام قليل عنا نيلي. جائزة الميريكس دور التقيها أنا قبلي، جائزة الميريكس دور لفنانة دائمة الحياة والشباب والجمال والحيوية، فنانة نيلي.
بعدين اللي بتحب لبنان كتير ولبنان بحبها أكتر. ما ننسى إنه الداون تاون ومسرح شوشو على مع نيلي بأحلى الأعمال والتصفيقات لإلها زقفة كتير كبيرة. قلت لك مش هتجوز خالص. إذا رفضت اطلع بره يا حمدي. يعني أنا وأصالة زي بعض بالظبط، قلبي بيدق قوي. بس فرحانة جدا ومش عارفة، يمكن ما كنتش عارفة إني هقول كلمة. فضلت قاعدة مستنية أول فائز أو مكرم، قلت هشوف هيقول كلمة ولا لأ. فضلت أحاول أوضب كلام كده، مش عارفة ما زبطت معي زي ما بتقولوا اللبنانية. بس هقول كلام طالع من قلبي، وهو إن أكيد التكريم ده شيء رائع، لأنه بيحسس الفنان بوجوده، بيحسس إنه يمكن قدر يعمل حاجة في الدنيا اللي هي أهم حاجة يشعر بيها الفنان، وخصوصا لما تكون من جهة قديرة جدا، الميركس دور. وعايزة أقول أنا اتكرمت كتير في بلدي مصر، وكرمت كتير من دول عربية، لكن دي أول مرة اتكرم من لبنان. لازم تغني شيء للبنان. بس إن شاء الله إن شاء الله مش هتقولوا راجع لبنان، هتقولوا رجع لبنان. ولازم نسمع اسمعي لا حبيبي. أهلا وسهلا، منقول بالفنانة نيلي، لبنان بلدك وبلد كل العرب، أهلا وسهلا فيك. خمسين سنة بالفن منا كلمة بتتم ولا مجرد رقم، هي تاريخ. في ممثلين أعطوا من عمرهم نصف قرن بمهنة الكتابة والتمثيل، وبالدورة الثامنة قررنا نكرم مشاهدينا فرقة وممثلين ترافقوا على مدى سنين طويلة ورسموا الضحكة على وجوهنا من أيام الأبيض والأسود لهالأيام. امبارح كبرنا معهم واليوم منكبر فيهم. ميركس الفرقة الفنية تمنح أو بتعطيها وبتقدمها الممثلة مارسيل مارينا والسيد نبيل الروس مستشار لجنة الميركس، بيقولوا لكم لمين. مساء الخير. مسوار مارسيل. مسوار نبيل. قبل ما أحكي بدي أقول إني أنا بشرفني أقدم الفرقة اللي بلشت معها وأنا صغيرة، وبفتخر إني اشتغلت معهم، وياريت بعدني معهم، بس هني بقلبي وأنا معهم. قدموا مئات الحلقات التلفزيونية والإذاعية، أسماءهم انحرفت بتاريخ الفن. الكوميدي بلبنان والكوميديا فن صعب كتير، الواحد أكيد ببكي وكتير سهل إنه يبكي، بس كتير صعب إنه يضحك. واشتركوا بأفلام لبنانية تحت إدارة مخرجين كبار بلبنان، أبو سليم، صلاح تزاني وفرقته. بصفتي مستشار لجنة الميركس، يسعدني ويشرفني انه اتشارك مع الممثله القديره مارسيل مارينا بتقديم الميركس التكريمي للفرقه الفنيه لابو سليم. مبروك.
حبيبة قلبي، حبيبات قلبي. هلا بدي احكي، بس اول شغلة بدي اقول كنا عم نعمل ابو سليم بافريقيا، ما بدي كبرها، سنة 1964 جايبة جاري جربتيان الله يرحمه، قال بدنا نعطيها دار البطولة، له هالطول هاي شو بك تعمل فيها يا جاري؟ قال هلا بتشوف هاي قردة. قلت له شو قردة يعني؟ قال لي هلا بتشوف. وكانت فعلا فنانة، انا بهنيها كتير، اشتغلنا معها كتير وبيضت لنا وشنا، والله يقويها ويعطيها العافية. طول عمرك خلينا اياه يا حبيبي قلبي، الله يخليك يا خيي. هلا نحن ثلاثة بواحد للغسيل للغسيل. مين بده ياخده؟ هذا انا ولا اسعد ولا فهمان؟ ابو سليم بياخده. حبيبات قلبي انا بشكركم وبشكر هاللفتة الكريمة من ماكس دور. انا بدي سميها مش ميكس دور، بدي سميها شو يا فهمان؟ مسك دور. هلأ من اليوم ورايح صار اسمها مسك دور. يعني انا بعرف انه بالعالم في مؤسسات كتيرة بترعى الفنون والثقافة والأدب والعلم والرياضة، اللي عنا بلبنان ما حدا بيكرم حدا. يعني المسك دور الحقيقة تشكر عليها، مع أنه نحن عنا مؤسسات شركات كتيرة، عنا بنوك كتيرة بيتماثلوا البنوك، أنه نحن السنة ربحنا 70 مليون و50 مليون و30 مليون. يا خيي شي بنك من هالبنوك يخصص 500,000 لهالفنون، للتمثيل، للرياضة، للرأس، للأدب، للشعر. يعني إذا عملوا للشعر مثلا، مين أحسن شاعر؟ كل الشباب بيصيروا شعرة، بيكتبوا ليل ونهار، لأنه حياخد جائزة 50,000 100,000 دولار. شو بيعمل هذا؟ أنا يجي يقولوا لي بكرة إذا بتعمل مسرحية حلوة في عليا آخر السنة 100,000 دولار، لا بنام لا بالليل ولا بالنهار، 24 ساعة بشتغل. بس هيك بس إنه نحن بلد الإشعاع والنور والوالوال إلى آخره، وما في حدا بيطلع لا بالرياضة لا بالثقافة لا بحدا بيألف كتاب. كلكن قاعدين هون لما بيصير في 100,000 ليرة على أحسن 100,000 دولار على أحسن قصة انكتبت بلبنان، كلكن بتصيروا مؤلفين، ومنزيد المؤلفين والشعراء والأدباء والرياضيين. بدي أحكيكم شغلة يا أخوان، بوجود الأستاذ شو اسمه أنتوان كيرباج، ليكو ضاع عن بالي، كنا بسنة 94 بأستراليا، في شخص من بيت الطرابلسي اخذ 3 ميداليات ذهبية من أقاصية شو اسمه، اجى على لبنان. شو بيقولولنا؟ بيقولولنا يا خي في واحد من هون لعب بأستراليا اخذ بالبطولة الأولى. قلنا له اخ شو في؟ قال من بيت الشامي عاملين له حفلة، بتجوا اليوم؟ قلنا له قام نجي رحنا. بيفوت على الأوضة، يا با شو في معك هيك بتنا لملم له شو بو؟ قال هذا مقطوع ما معه، لأخذ جائزة ومضقوق النشيد اللبناني 3 مرات بدول بالعالم وما في يرجع. يا عيد الشوق مساء الخير، يسعد لي مساكم. اسمحوا لي انا اقول هالكلمه صغيره، صار لي 52 سنه فنان وبسمع ضعيف كثير، هاي اول زقفه بتفوت باذني توصل على البنكرياس. ليه؟ لانه هاي الزقفه جاي من أحلى فنانين ونحلى صحفيين ونحلى إعلاميين ضمن الـLBC يلي عم تشوفني ملايين من الناس بهالليلة الحلوة. رجعت قلت الحمد لله قبل ما موت كرموني. كل اللي طلعوا تشكروا القيمين على الاحتفال عن مهرجان هذا، وكلهم شكروا الـLBC والإخوان. حلوة. أنا بدي أقول للجمهور العريض اللي موجود قدام مني والجمهور العريض اللي ورا الشاشة، هلا ويا خايفين من العوافي، مرحب مرحبا مرحل عوافي، اجتمعنا بموعد ونيال، موعد جمع أهل الذكب أهل السقافي، وتأوصف كل ضيف وكل مقعد عكتر الشهد بالضب إشفافي.
هلا ويا خايفين من العوافي حبيب القلب ع قلبي لو انضاف وعلى الوان افراحي لو انضاف جيابي من جنى عمري لو انضاف كفاني من الغنى كتر الاحباب صبحك بونجور ستنا بيروت شكرا ميركس دور ميركس دور شكرا لأبو سليم وفهمين وأسعد شكرا لصلاح تيزاني ومحمود مبسوط وعبد الله حمصي بعتقد أسماؤنا الفنية غلبت أسماؤنا الحقيقية نتمنى لهم يضلوا سوا نجوم كبار على مسرح الحاضر مشاهدينا من وقت قصير سلمنا ميركس ذهبي لمحمد حمائي كموهبة فنية شابة أما الموهبة الشابة النسائية الواعدة فبيقدمها على المسرح الفنان مروان خوري والإعلامية إيناس عبد العزيز تفضل مساء الخير قبل ما بلش أقول النتيجة بدي أقول كلمة أنا واصلة من الكويت اليوم مثل مجلة لنا وبدي أخبركم أن نحن الشباب اللبنانيين اللي قاعدين بالكويت لما منتطلع بنكون بالتلفزيون منشوف في أحداث أليمة على التلفزيون ما بتصدقوا كيف منشعر منشعر أكتر بكتير من الناس اللي قاعدة بقلب لبنان اللي يمكن مكفيين حياتهم بشكل عادي نحن اليوم وأنا لما بشوف حالي إنه أنا جيت على لبنان بهاللحظة بحب أشكر الأخوين حلو يعني زاهي وفادي لأنه هيك ورجوا وجه لبنان وبقلكن إنه كل اللبنانية وبوجه تحية لكل اللبنانية بالكويت اللي بعرف إنه بدهم يرجعوا ولح نرجع على لبنان إن شاء الله إذا هيك بيضل الجو وإذا هيك بيضل لبنان لبنان الميراكس لبنان طير الفنيق لبنان اللي ما بيموت عمرها الاحترافي يزيد عن السنة بقليل لكن نجاحها فاق التوقعات بكثير إنها فنانة متميزة بحضورها بثقافتها الفنية بقدرتها على أداء الأغنية الغربية والعربية وبكل اللهجات فوزها بلقب نجمة ستار أكاديمي كان حدثاً على وسائل الإعلام العالمية واليوم تشق طريقها بأغنيات رومانسية وشعبية قبل ما أقول النتيجة بدي أقول أنه قديش حلو أن الواحد يحصل على جايزة وأنا حصلت على الميركس دور لسنتين وراء بعضهم بعتقد الأجمل أنه يقدم جايزة النجمة العراقية شذا حسون بتنال الميركس الموهبة الفنية الواعدة العام 2007 Thank you very much. جد سعيدة بهاي الجائزة. أكيد هلأ قالوا إنه صار لي سنة أقل من سنتين. فأكيد في ارتباك كبير. أكيد في رهبة. إن شاء الله بس تسامحوني عليها. أكيد الميركس دور رح أهدي أول شيء لبلد بيعاني كتير. بس هلأ أنا أكيد صار أقوى. من خلال كتير أشياء وأنا متفائلة كتير يعني أنا الحمد لله بما أنه قالوا عني أنه أو كنت في مدة في وقت قصير في ثانية وجه تفاؤل لإلهم فأنا جد سعيدة بهدي أكيد لبلدي العراق وبشكرهم على حبهم بشكرهم على دعمهم أكيد ما رح أنسى لبنان ما بشوف حالي عايشة في بلد تاني غير لبنان
بحبوا كتير لبنان حتى صار حكي لبناني. ما رح أنسى بيتي ومدرستي الـLBC. بشكرهم كتير على دعمهم وعلى تبنيهم لي. ما رح أنسى أكيد طوني أهوجي اللي بيساعدني وساعدني كتير. وأنا كتير سعيدة إنه وصلت فنانين كبار مثل اللي موجودين، وإن شاء الله ترحبوا فيي لأنه أنا ضيفة عندكم لا في لبنان أو في الساحة الفنية. فشكرا جزيلا و thank you للميركس دور. اسم الله اسم الله اسم الله منصور ابن الله.
بلدنا الوطنية لما تكون تتجلى اسم الله اسم الله منصور بإذن الله اسم الله منصور بإذن الله نصرك يا ابن بلادي صح العالم كله اسم الله اسم الله منصور بإذن شكراً شكراً للنجمة العراقية شذا حسون من ألا اسم الله على هالصوت الحلو ونتمنى لها طبعاً المزيد من التألق على أهم المسارح العربية والعالمية. حفل توزيع جوائز الميركس مكمل مع ضيوفنا كل الحضور الموجودين بصالة السفراء بكازينو لبنان ومنروح مباشرة لجائزة أفضل عمل مسرحي تقدم ببيروت وبدعي المخرج جلال خوري والإعلامية شذا عمر يتفضلوا مهمتهم واضحة ومحددة. ورث ميزوبوتاميا في تراثه وحمل كربلاء في كيانه منهما تولد في الزمن الجديد فعبر عن حلم الإنسان ومعاناته في كل زمان ومكان ولكن الأقدار أبعدته عن أرض جزوره فحل في بيروت ليقيم فيها بابل جديدة. تحية من هالمنبر ومن القلب للمبدعين العراقيين اللي عم بيواصلوا رغم المحنة الأليمة اللي عم بيمر فيها العراق عم بيواصلوا تألقهم. جائزة أفضل عمل مسرحي لسنة 2007 بنال المخرج والكاتب العراقي جواد الأسدي عن عمله نساء الساكسفون. مساء الخير. يعني بقدم تحية كبيرة للـ LBC التي تحاول أن تصنع دائما أفراح استثنائية أفراح جمالية كثير كبيرة وتحية خاصة لوزير الثقافة طارق المتري اللي يضيء دائما بمواقفه الكبيرة انتماءه وانحيازه إلى الفنان الطليع الجديد. هذه لحظة كثير خاصة لي لأنه كثير صعب جدا عندما تحس أنه بلدك يحترق وحياة بلدك تحترق بمرحلة من المراحل وتحس بالحيرة أين ستحط رحالك وكيف ستنبت زهرة المسرح في أي مدينة في أي مكان. بيروت التي احتضنت مسرح بابل ومسرح بابل الجديد اللي لم يمر عليه الآن سوى 6 أشهر أو 7 أشهر وهذه نساء الساكسفون هي أول إنتاج لمسرح بابل. هذه البيروت التي تحتضن دائما الثقافة العربية بامتياز شعرا وثقافة وفنا هذه البيروت تعود من جديد وكنت دائما قلبي على يدي وخايف خوف كثير كبير أن تنزلق هاي المدينة هذه البيروت أيضا إلى الحريق أيضا إلى الجحيم أيضا إلى الموت ولكن شيء جميل ومهم أن ترجع هاي المدينة من جديد وأن تعيش مرة أخرى وتصنع هذه الأفراح الكبيرة. أحيي بشكل خاص فريق العمل والذين كانوا عندهم دور كثير كبير في أن يكون مسرح بابل وأن تكون نساء الساكسفون. أحيي جاهدة وهبة، أحيي نادين جمعة، أحيي يعني ممثلات مسرحية الساكسفون إيفون الهاشم وعايدة صبرة وبشكل خاص الفنان القدير رفعت طرباي.
شكرا جزيلا على هذه الجائزة وللجنة اللجنة التي اختارت نساء السكسفون كل التحية، بشكركم جدا، شكرا. مبروك للمخرج العراقي جواد الأسدي اللي اختار بيروت حتى يشتغل مسرح جاد وهادف وطليعي. وبنوصل هلأ لفئة أفضل كاتب سيناريو للعام 2007. ثلاث مرشحين كانوا بالمقدمة لنيل الميركس دور: الكاتب شكري أنيس فخوري عن السجينة وابني، الممثلة والكاتبة كلوديا مارشاليان عن الليلة الأخيرة وزنوبيا ضمن سلسلة حواء في التاريخ، والكاتبة منى طايا عن فاميليا، بدعي ملكة جمال لبنان السابقة نادين جيم وجيسكار أبي نادر مدير شركة جولات ترافل. تفضلوا للإعلان عن اسم الفائزة أو الفائز بميركس أفضل كاتب درامي للعام 2007. مساء الخير، مبروك لكل الرابحين. اسمحوا لي أقول كلمة خاصة من القلب قبل ما أقول كلمة مكتوبة. بدي أقول شكراً لأنك اكتشفت فيي موهبة كتير حلوة، التمثيل. شو حلو هالعالم. سألوني كتار حبيتيه، قلت لهم عشقته بفضله. اكتشفت فيي وأمنت فيها، ومعك مش بس رح شارك بمسلسل خطوة حب، رح ضلني وراك وراك. إن شاء الله معك رح يكون إلي خطوة نجاح. خلونا نتذكر سوا سلسلة من أعماله. يعتبر اليوم بطليعة كتاب السيناريو بلبنان، وأعماله تعرض على أكثر من الشاشة. كتب للتلفزيون مسلسلات ناجحة: العاصفة تهب مرتين، اسمها لا، غدا يوم آخر، الغريبة، زهرة الخريف، امرأة من ضياع. بيملك أسلوب رشيق بالحوار وتقنية عالية بالبناء الدرامي. التلفزيون أخذوا من الولع بالقصص القصيرة، وقصته مع الكتابة قصة عمر. بما أنه قلبي عم بدق كتير، رح أترك جيسكار يكشف عن هويته. للمرة الثالثة ميركس أفضل كاتب تلفزيوني بناله الكاتب شكري أنيس فخوري، ألف مبروك. الله دخيلك. لا على شو؟ لا يا مرتي وبنت عمي يلي من اول ما وعيت على هالدنيا وانت ملزوقه فيه. شكرا شكرا. مثل ما تفضلوا قالوا للمرة الثالثة بال2001 2003 وهلا 2008. بعد حوالي ربع ساعة في عيد البي. الدراما اللبنانية أيضا لها آباء، ومن أجدر بأن يكونوا آباءها سوى الكتاب بداية، ومن ثم بقية العاملين لإنجاح الدراما اللبنانية. أشكر الثقة للمرة الثالثة بمنحي هذه الجائزة، وهذا يضع أمامي وعلي مسؤوليات كثيرة بأن تبقى الأعمال التي أكتبها مرغوبة ومطلوبة وناجحة. اسمحوا لي هنا أن أتقدم بهذه الجائزة أيضاً، بهذا الميركس الذي أعتز به، إلى عائلتي الصغيرة، إلى عائلتي الكبيرة، إلى جميع من شارك في نجاح أعمالي. وكلمة صغيرة جداً، ذكرى وفاء لكاتب راحل هذه السنة لم نتذكره حتى الآن، هو وجيه رضوان الذي يعتبر من أباء الدراما اللبنانية. ألف شكر لكم.
مبروك مبروك لشكري فخوري، وهو طبعا أستاذ بالكتابة الدرامية واختيار الكلمة المناسبة بالمكان المناسب. ومن الكتابة إلى التمثيل والتلحين والتأليف والإخراج إلى جائزة الفنان المتكامل، مين بيستحق ميركس دور؟ الفنان الشامل هالسنة بدعي الفنان دوريد لحام والممثلة اللبنانية إلسي فرنيني للإعلان عن الاسم الفائز. أنا إلي الشرف كبير، طبعاً فرحان بوجودي هون، وإلي شرف كبير أنه حصلت على جائزة المريكس دور سنة 2002. لكن أبي الله يرحمه طول عمركم حصل على جائزة المريكس بدون دور. المريكس من 100 سنة لما لبنان هدا صدفة فتح أبي لقى بوسط أمي. شكراً للبنان اللي عطاني أم، شكراً لسوريا اللي عطتني أب، وشكراً للرحم وصلة الرحم بين سوريا بين الشعبين بسوريا ولبنان حتبقى أقوى من الظروف. الآن صاحب الجائزة لما شفته لأول مرة على المسرح أذهلني وأدهشني معاً، وحسيت أنه وكأنه بيشبهني، بس بعدين اكتشفت أنه لا ما بيشبهني أبداً، لأنه بالإضافة لكونه أخاذ على المسرح، أخاذ بموهبته، كمان كاتب وملحن وشاعر وحبيب، هي بيشبهني فيها منيح. فالحقيقة موجود بقوة على الساحة الفنية وبقلبي كمان. وأنا بسرني الليلي بوجود معي فنان شامل وكبير مثل الأستاذ دوريد لحام، فنان مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، أنه كمان قدم جائزة الميركس لهالسنة سنة 2007 للفنان الشامل جورج خباز. عم بتخبر عن أمورها عبساطينا وعن جمهورها. صبي انت القلعة تخص العين، هل انت برورة؟ وقت كنت عم تحكي عن شو اسمه كنت مستضيفة شو بيقولوا له؟ لا يا صاحبي لو انا خدروك مساء الخير. الليلة جايزة جايزتين، أول شيء جايزة الميركس دور يلي بعتز فيها كتير، بدي أشكر القيمين عليها لجنة الميركس، أخوين دكاترة فادي وزاهي حلو، أستاذ طوني أهوجي، مي نصور، LBC. بدي أشكر أمي وبي وإخواتي وكل اللي بيحبوني واللي ما بيحبوني واللي صوتولي واللي ما صوتولي. بدي كمان أقول مرسي للجايزة التاني يلي قدم لي الجايزة يلي هو الأستاذ الكبير يلي تأثرت فيه من أنا وصغير، الأستاذ دوريد لحام. كمان الست إلسي فرنيني الدائمة الإشراق. بدي أقول كلمة معلاش صغيرة محضرة وكتبها، اسمحولي. ليلة ذكرى عاصر رحباني هالكبير الكبير في لبنان، رح أقول له كلمة من ولد صغير ربع على أعماله وعلى مسرحياته. رح أقول له لعاصر رحباني بذكرى رحيله، اليوم عيد البي وعيد الموسيقى وهو بي الغنية اللبنانية، بدي أقول له لعاصي وينك يا عاصر رحباني، يا صانع أحلى الأيام، يا راسم أبهى المعاني، يا كاتب أجمل كلام، وينك يا عاصر رحباني، يا خالق أعزب ألحان، تعا تفرج على اللبناني، تعا تفرج على لبنان، ليلت عنه رسالة صفى من نار ودخان، وصفت جبال زبالي لسميتها جبال الصوان، ولبنان الأخضر صفى وحل وانردموا حجار شواطينا، وسكروا طريق النحل وعركت عما وأفدارينا، وفقروا شعب الكريم وعززوا الطائفية، وحرقوا بيوت الميس الريم وقصفوا جسر اللوزية، وحولوا قصيدة حب لحقد مالو دوا، ولعبوا بمصير الوطن مثل دواليب الهوى، وبعدوا المتسلط فاتك عم يقتل مدلش كل يوم، مش عم يوعوا هالحكام حتى نقلهم صح النوم، مش ماشي إلا التجيل الكذب السرقة والشفط، محلى الليل والأنديل قدام حروب النفط، تراب الربيع السابع حقدوا أسى زرعوه، وبيخافونا من راجح يلي هن اخترعوه،
خلصت بعيوننا الأحلام وكل يوم بيوم منعيش وبعدنا منلحق حكام ومنقلن يعيش يعيش عم نربي هالولاد حتى يهجروا مع الريح واللي بقيوا بهالبلاد بقيون وطير مفتيح الحلم سفر ومحطة وهرب من العيش المرة وبعد ماشي هالخطة المؤامرة مستمرة يا ريت خفنا على الوطن مثل الخايف عبيته يا ريت حبينا الوطن قد ما أنت حبيته بعرف مع ستك الختيارة عم تسقوا جنينة العيد عم تحكوا حكاية الإسوارة عم تحلموا بلبنان جديد لبنان بيوعدك يا عاصي رح يبقى لفكرك صديق رح يتخطى المعاصي ويحلق طير الفنيق ومهما الغيمة السودة تهل ولو مهما الغدر أمر رح يبقى القمر يطل ويضوي جسر القمر ومهما نضيع ومهما نتوه بقدرة قادر رجعين هالا رح تكشف الوجوه وبده يرجع فخر الدين وعصاوت فيروز نسهر وكلماتك ضمير تغز إن شاء الله بعودة العسكر رح يرجع موسم العز على فكرة على فكرة أنا وأخي جورج التقينا كتير وكان حلمي قبل حلمه أنه نلتقى مع بعض بمسلسل وبتمنى على بودي أنه ما يضيق خلقه من حلمنا وبنوعدكم بإذن الله مسلسل بجوء بخباز ولحام حيكون مسلسل لحم بعجين بحوله تعالى مبروك مبروك للفنان جورج خباز تسمعوا كتير مشاهدينا عن اغنيات الضربة كمان مرة جديدة مبروك لجورج خباز ولكن طبعا بتسمعوا مشاهدينا عن أغنية ضربة أو الكون في أغنية بتنجح بلا كلمات وبلا لحن مين أفضل ملحن للعام 2007 بدع الملحن والموزع بودي نعوم والإعلامية ريما رحمي مخلوف يتفضلوا على المسرح للإعلان عن الفائز بالميركس الذهبي عن فئة ملحن العام مساء الخير للحضور مساء الخير لوطننا الحبيب لبنان مساء الخير للفنان بودي نعوم مساء الخير إليك أجواء السهرة الليلي كتير حلوة وبتأكد لكل العالم أنه وطن الأرز بيلبق له عن جد لقب وطن النجوم صارت الساعة 12 صرنا 21 حزيران ليلة عيد الموسيقى جبران خليل جبران بيقول أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود ما في غنية ولا مغنى بيكتمل نجاحهم مع الصوت والكلمة بس من دون اللحن ما في نجاح كامل موزع موسيقي بارع لما قصد يلحن لحن بجدارة وأغنياته وصلت للمراتب الأولى ودخلت على القلب بكل جمال وشفافية ومين منا ما بيحن لما بيسمعك يا وائل كفوري عم بتغني من ألحانه بيحن حبك عذاب وبعيونك كلام وبعدك على البال لقالين خلف وعم يمضى الوقت لباسكال مشعلاني ومع الوقت ومع مرور الزمن ومن مرة لمرة نتأكد انه احلى لغة بالعالم هي لغة الموسيقى بدي ضيف انا على زميلتي غزلعين عنا ريما اللي انا بتمنى انه مرت الجاي يكون عنا ميركس نقدمه لأحسن متقن كلام ومقدم بدي أقول الليلة بس بكلمة صغيرة مقتضبة صحيح إنه الليلة عيد الموسيقى وما ننسى إنه الموسيقى هي اللي بتهذب الروح واللي بتوصلنا للمحبة والعطاء يلي هني درب القداسة ما بعرف أنا هيك علمني أبونا يعقوب الكبوشي يلي أنا بحبه كتير 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 والليلة رح تبدأ مسيرة تطويبه بالشموع وهيك مش بس بيقولوا لبنان الحضارة والفن لبنان الإيمان والقداسة جائزة أفضل ملحن تتقدم لشخص أنا بحبه كتير وبحترمه كتير هو الزميل ملحم أبو شديد يا حني
الشمس القمر مساء الخير. طبعا بيسعدني انه اقف على هذا المسرح وعم باخذ جائزه الميركس دور لاول مره كملحن بعتز اني اكون لبناني. وبحب اقول انه النجاح حلو كثير واكيد بيكون احلى لما الانسان يقدر على الشيء اللي بيعمله بحياته. هون بحب اتشكر الميركس دور واللجنه العظيمه على الجائزه اللي منحوني اياها يلي حتعطيني حافز ان اشتغل اكثر ودائما اقدم الافضل كملحن لبناني لنفتخر بالغنية اللبنانية والعربية. كمان بحب شارك هيدي الجائزة لكل الناس اللي غنوا لي ألحاني من مطربين ومن ناس اشتغلوا معي وراء الكوليس من موزعين. بخص بالشكر الموزع القدير هادي شرارة والموزع بودي نعوم طبعا له مشاركة معي وكل الناس اللي اشتغلوا معي وتعبوا معي ومرسي كتير لألكم. Thank you. بحن من الأغنيات اللي بتخلي ما بحن يحن. كل جوائز الميركس متساوية من حيث الأهمية وكل جائزة في ناس بينتظروها وبراهنوا إنها راح تكون من نصيب هالفنان أو غيره. وصلنا لميركس أفضل أغنية عربية، خمس أغنيات تنافست لنيلو، منشوفها سوا بهالريبورتاج. احتلوا المراتب الأولى لسنة 2007 نب عرفتوا مشاهدينا الأغنيات الخمسة بيبقى نعرف من الفنانة رونزا والمؤلف الموسيقي جوزيف خليفة اسم الفائز بأفضل أغنية لبنانية للعام 2007. مشاهدينا انه صار في عنا التباس بالكلام، الهدية او الميركس دور رح تتوجه لافضل اغنية عربية والتفاصيل مثل ما شفنا بالريبورتاج، ولكن منترك للكرام يقولوا لنا عن اسم الفائز. مساء الخير. طبعا كنت اتمنى انه التقديم يكون بالاسماء مثل ما صار مع الزملاء الباقيين، بس يبدو مثل ما عارفين دائما على الهواء في شوي لخبطات. انا اميره الفضل اعلاميه. الاستاذ خالد نابلسي تعرفت عليه في الكواليس، طلبوا مني ان انا اقدم فنان وفائز. احترت يا ربي ايش ابغى اقول، اتكلم عن اغاني ولا عن انسانيته؟ انا بعرفه عن قرب، مع انه اول تعارف بينه وبين جمهوره قال بودعك يا الضنا، ودعنا اول ما عرفنا، لكن بعد كذا ضلينا معاه وغنى وحضن الكل في الوطن العربي على كل المسارح وين ما وقف وين ما كان، سواء كان بالمسرح سواء كان بالتلفزيون سواء كان بالاذاعه او حتى وحنا بنقرا عنه، حضننا بالحب وقال بحبك وحشتيني. أكيد ما أنتوا محتاجين أقولكم مين اللي راح يكون فايز معنا وللسنة الثانية، لكن أسعدني الحظ هالسنة أن أنا أكون أنا اللي بقدم له الجائزة، بالتأكيد من الإمارات العربية الحبيبة اللي ساكنة في قلوب الكل، حسين الجسمي.
مساء الخير. موريكس أفضل أغنية عربية لعام 2007، تحصل عليها أغنية حبك وحشتيني.